السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله يا ربي تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم كما كتشوفوا غادي نوجدوا ان شاء الله يا ربي، غادي نوجد الغدا ديالنا، العشاء ديالنا، ماشي الغدا، اللوبيا. كما كتشوفوا راني سلقتها الصباح قبل ما نخرج نمشي للخدمه، خويت عليها علم طيب وخليتها، ودابا انا غسلتها كما كتشوفوا راه مرطبه. ومن دابا باش ما تديش، باش ما تاخذش لينا الوقت بزاف، شنو غادي ندير مع هاد اللوبيا ان شاء الله يا ربي؟ واحد البصله، واحد البصله مشلطه، الربيع، مطيشه محكوكه، والثومه بالزيت. انا كتعجبني الثومه، ها هي الثومه اللي كتشوفوها. المهم البصله والثومه والربيع ومطيشه محكوكه، على بركه الله. دابا غادي ندوزو العطريه ديالنا، العطريه ديالنا اللي فيها الملحه، واحد المعلقه ديال الملحه كما كتشوفوا. الملح على حسب الذوق، تقدروا تنقصوا تقدروا تزيدوا، المهم كما كنقولوا دائما. محل معلقه صغيره ديال السكينجبير، نص معلقه ديال البزار، واللوبيا راه تقريبا عندي شي نص كيلو، نقولوا ما عبرتش، ولكن تقريبا شي نص كيلو. ربع معلقه ديال الخرقوم، او تحميره، تحميره معلقه كبيره، تقدروا ديروا حتى معلقه ونص، حيتاش اللي ما بغاش يدير التحميره بالزيت يقدر يدير الصلصه. انا ما بغيتش ندير الصلصه، راه كثر شويه التحميره. المهم هذا الشيء هو، غادي نمرقها ان شاء الله يا ربي بلاتي، وغادي نسدنا ونخليها تطيب. او يا ربي، ها الزيت، الزيت ضروري من الزيت. المهم لا الزيت ما كاين والو، الزيت عينكم ميزانكم، نقول واحد ربع كاس. ايوا، والماء ما سخون باش غادي نطيبوها ان شاء الله. ايوا المهم هذا الشيء اللي غادي نحتاجو في اللوبيا ديال هذا النهار، غادي نديرها طيب، شعلها ليها وخليها طيب. الصلاة على الحبيب. من بعد من الطيب غادي نتلاقاو باش غنوري لكم الشكل ديالها الى بغى الله. والسلام عليكم. اللوبيا ديالنا من بعد ما كتوجد راه كتجي بهذا الشكل هذا، نتمنى ان شاء الله يا ربي تجربوها وتعجبكم. ديالو المنظر ماشي تاع الحوت. المهم هانتوما كي كتشوفو راه كتجي على هاد الشكل هدا، هادي اللوبيا ديال البلاد المغرب، راه كتجي من ألد ما يكون. المهم هذا الغدا ديالنا، اللوبيا وشي تاع الحوت. إيوا السلام عليكم. المهم نتمنى اللوبيا ديال ها النهار هدا تعجبكم، ودائما كما كنقول عليكم تعليق وأبوناي فضلا وليس أمرا، وحتى الفيديو القادم، والسلام عليكم على خير.